هذه رسالة للتلفازات المغربية وللمخرجين والمؤلفين ديال المسلسلات المغربية. السلام عليكم. علاش ما تدخلوش اللغة الأمازيغية في الحوارات ديال المسلسلات؟ ياكثر تدخلوا اللغة الفرنسية في الحوارات. تولت اللغة الفرنسية جزء لا يتجزأ من الحوار. تولينا نشوفوا اللغة الفرنسية مخلطة بالدرجة المغربية شيء عادي جدا. واش الفم اللي يقول الزمر ما يقولش التمر؟ كيف ما تتخلطوا الدرجة المغربية باللغة الفرنسية، خلطوا الأمازيغية بالدرجة البيضاوية العربية. اش فيها؟ سيقول قائل ولكن ماشي كاع الناس يفهموا الأمازيغية، ولا كاع درناها خصنا نديروا السوتيتراج تعريب والفهمة ديال المسلسلات غادي تقال. والجواب علاش ما تديروش ترجمة إلى العربية لكاع الجمل اللي تتقال بالفرنسية في المسلسلات المغربية؟ علاش تتفترضوا باللي كاع المغاربة تفهموا الفرنسية وبالتالي ما كاينلاش نديروا حنايا هاد التعريب ولا السوتيتراج؟ بمعنى اخر، خويا ولا اختي اللي ما تيفهموش الفرنسيه، شكون اللي غيفهمهم هاد الكلمات اللي دخلت بالفرنسيه في المسلسلات المغربيه؟ نرجعوا للامازيغيه. الطلب ديالي ماشي هو تخلطوا اللغه الامازيغيه بالدارجه البيضاويه العروبيه بنسبه 50% 50%. هذا ماشي هو الطلب ديالي. الطلب ديالي هو كالتالي: تخيلوا معايا هذا المشهد في مسلسل مغربي. اسامه البسطاوي كازاوي عروبي خدام مع الحسين كازاوي امازيغي، خدامين بجوج في بنكه، بجوجهم تيهضروا باللهجه البيضاويه العروبيه، ولكن في لحظه معينه الحسين تنطق عباره بالامازيغيه مكونه من ثلاثه ولا اربعه ديال الكلمات. مثلا هذه العباره او الجمله الحسين تعاودها طيله المسلسل. الحسين شرح لنا المعنى ديالها، حنايا كمشاهدين حفظناها. سال المسلسل ربحنا كلمات بالامازيغيه، بالامازيغيه ديالنا، بالامازيغيه اللي هي جزء منا. اما احسن نتفتحوا على اللغات ديال برا ولا نتفتحوا على لغات ولهجات ديالنا؟ بالي نسبقوا راسنا قبل ما نسبقوا غيرنا، حيت غيرنا ما تيسبقناش على راسه. شوفوا المسلسلات المصريه، السوريه، التركيه، المكسيكيه، وقلبوا على اللغات الاجنبيه فيها. انا شخصيا مع التفتح اللغوي، ولكن التفتح اللغوي ما تيعنيش ننسى ونحشم ونمرق من التنوع اللغوي اللي عندي انا اصلا في المغرب. بين قوسين، الله يجازيكم بخير، ملي تبغيو ديروا شخصيه امازيغيه في المسلسلات المغربيه ما تبقاوش تفكروا بطريقه اوتوماتيكيه بليده وبائسه وديروا محمد الشلح ولا سعيد مول المحلبه. الواقع متطور متحرك، ولكن بعض المبدعين ما زالوا متخلفين في بلادنا. خلاصة القول: أو تسار تحقر تمازير تنك، ما تحقرش بلادك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.